مواصلون وقفاتهم الاحتجاجية في تونس والقصرين للمطالبة بتوفير معدات تضمن سلامتهم وللتنديد بالإرهاب وكيفية تعاطي وزارة الداخلية مع هذا الملف الساخن. وزير الصناعة والطاقة والمناجم يؤكد على أن إنتاج الطاقة في تونس في تراجع مستمر ويبحث في إمكانية استغلال الطاقات المتجددة. وزيرة التجارة تقدم خطة الحكومة لمواجهة ظاهرة التجارة الموازية خلال ندوة بولاية سفاقس. من الحوار التونسي نشرة الأخبار، أهلا بكم. نفذت اليوم النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي وقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية للمطالبة بتوفير تجهيزات ومعدات للحماية وللتنديد أيضا بالعمليات الإرهابية الأخيرة، كما طالب الأمنيون بإقالة بعض المديرين العامين الذين اعتبروهم يخدمون مصالح حزبية ضيقة وليس مصلحة البلاد حسب تعبيرهم. سعيد الطرابلسي والنقل التالي. أمام وزارتهم جاءوا من مختلف الأسلاك للاحتجاج، فقد ملوا العيش على كابوس الموت. هم أعوان أطلقوا صرخة فزعا لوزير الداخلية. هي وقفة صرخة فزعة من رجالات الأمن للمؤسسة الأمنية. رجال هذه اليوم طالبت بعديد المطالب خصوصا في مسائل تجهيز رجال الأمن حتى نجموا نؤدي وظيفنا على أحسن ما يرام. اليوم نحن متواجدين هوني باش نقف وقفة احتجاجية هوني وباش نمشي نغادروا هوني إلا ما يلتحق بنا السيد وزير الداخلية. الوضعية تاع الإرهاب الحالية اللي صايرة في تونس والتخاذل اللي صاير توا في بعض القيادات المتحزبة اللي هي اليوم حبت ترمينا في جبل نتاع نار وهي البرة في البيروات. احنا اليوم نطالبوا رئيس الحكومة، رئيس الجمهورية مش باش نطالبوا، خاطر رئيس الجمهورية قال لهم اهبطوا انزلوا للشعب، مش باش نطالبوا، نطالبوا رئيس الحكومة لأن في أمل أن الإرهاب هذايا رانا مش واخرين علينا تالي المعدات التجهيزات وإحنا حاضرين، مازلنا باش نموتوا ولكن أنا مستعدين لحماية تونس وحماية شعبها. وزارة الداخلية وزارة ذات رأسين يتقاسم كرسيها وزيران، وزير خال من الصلاحيات والآخر بيده سلطة القرار، ذلك ما صرح به الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي. وانا صرحت وقلت اللي راي الوزاره متشتره في شطرين، لانه التعيينات بالفعل ما زالت بقايا تعيينات الحكومه الفايده وبقايا تعيينات النهضه، واليوم نشوفوا في تعيينات جديده وشفنا مسانده في بلاتوات للتعيينات الجديده واللي هي من نيدا تونس. اذا كان الوزير عنده تعليمات موجوده تقضي بادخال الناس هذوما، علاش يخرج في تعليمات اخرى كتابيه ويقول يتفضلوا يدخلوا الناس هذوما؟ هذه باش تولي تضارب في الـ في الـ في القرارات. بخصوص السيد وزير الداخليه سي لطفي بن جدو، الى حد الان معناها ما نظرش اللي يكونوا عنده صلاحيات، هذا كما كان عليه في السابق بين عماد بن علي. اليوم حتى قرار ناخذه، ثم اذا كان القرارات كل معناها تتخذ من طرف رئاسه الحكومه، نبقاو نسالوا وين القرارات اللي مش ياخذها السيد وزير الداخليه. اصوات مندده بالارهاب رفعت لترتفع معها اياد مطالبه باقاله كل متخاذل ومتواطئ صلب وزاره الداخليه ممن يعملون على تغليب المصلحة الحزبية على المصلحة العليا للبلاد. كذلك نحن طلبنا بإقالة المديرين العامين في البيان 23 وفي البيان 31، ولم يبقى من هؤلاء المديرين العامين اللي هما مديرين تعينوا بالولاءات ما عدا ما بقى كان آمر الحرس الوطني اللي احنا اليوم مطالبين بإقالته، ونظرا لكون السيد هذا هو إنسان متلون وإنسان عنده انتماء سياسي وإنسان يخدم في أجندة سياسية. هي ليست المرة الأولى التي ينتفض فيها الأعوان ضد وزارتهم التي تعيش مخاضا عسيرا تتنازعه التعيينات الحزبية، مما قد يسهل توغل الإرهاب في تونس وصعوبة السيطرة والحد منه. جلسة عامة بالمجلس التأسيسي انعقدت اليوم، كان محورها مشروع قانون عدد 44 لسنة 12 و2000 والمتعلق بأحكام العدالة الانتقالية وقضايا ارتبطت بالفترة الممتدة من 17 من ديسمبر 2000 إلى 28 من فيفري 2014 و2000. بعض الفصول تم التوافق عليها في حين لا زالت الأخرى محل نقاش في انتظار مناقشة هذا المشروع بالتفصيل الأسبوع المقبل. نبيها طرابلسي والنقل التالي. على كل حال رأيي يحترم. 129 صوتا تم التصويت على تمرير مشروع القانون عدد 44 سنة 12 و2000 والمتعلق بإحداث دوائر متخصصة للنظر في قضايا شهداء الثورة وجرحاها للمناقشة فصلا فصلا في مرحلة لاحقة. بعض الفصول صلب هذا القانون محل توافق. فما الفصل 1 و2 هذوما فصول فيهم إجماع، وهي فصول أولا الفصل الأول هو يخص أنه ما يلزمش نحاكمه
الثوار بصفة معناها عامة، اللي هو سير توا معناها أبناء الثوار اللي هم إخوان الجرحى وأصدقاء الشهداء توا قاعدين يتحكموا. هذا الفصل الأول معناها سواء يخرجوا مباشرة حسب الفصل 277 من المجال الجزائية، وإلا فما تنقيح أنه يقع عليهم العفو التشريع العام. النقطة الثانية هو تنقيح الفصل عدد 8 من القانون العدالة الانتقالية، هذا الفصل الثاني. فصول قد لا يتم المصادقة عليها في المرحلة القادمة والمتعلقة أساسا بتنقيح مجلة الإجراءات العسكرية لأنها لم تحظى بالتوافق والإجماع على حد تعبير بعض النواب. فصل 5 والفصل 6 اللي هما يخصوا تنقيح المجلة العسكرية ما همش محل إجماع، وبالتالي إذا كان فماش حل إجماع صعيب ياسر باش ينجموا يمروا. الورقة هذه توهم بأن ثم وحدة، وهي وحدة شكلية، وما في الحقيقة مشروع عيرو، مشروع قدم التحالف الديمقراطي ويمشي مباشرة إلى تنقيح مجلة الإجراءات العسكرية باش معناها يعيد توزيع اختصاص ويتطابق مع الفصل 149 من الدستور، ومشروع آخر يريد إبقاء الأمر على ما هو عليه، محبش يغير حاجة واضحة، أما يدخل بعض التعديلات طفيفة على العدالة الانتقالية. 4 أشهر هي المدة الزمنية التي تم تحديدها لإحداث دوائر قضائية متخصصة للنظر في قضايا شهداء الثورة وجرحاها بعد المصادقة على القانون المنظم لإنشائها. مسار عدالة انتقالية ينص على أنه ثم أوامر تصدر على رئيس الحكومة لتنظيم هذه الدوائر، هذا يعملنا له أجل متاع 4 أشهر، فثم أوامر باش تنظم عمل هذه الدوائر ثم تسمية الأعضاء اللي فيها وفق المقتضيات متاع قانون العدالة الانتقالية، ومن بعد تبدأ تباشر العمل متاعها في ارتباط بمباشرة هيئة الحقيقة والكرامة العمل متاعها، لأن الدوائر هذه في الأصل تتلقى الملفات من هيئة الحقيقة والكرامة. يواصل نواب المجلس الوطني التأسيسي الأسبوع القادم مناقشة مشروع القانون عدد 44 لسنة 12 و2000 فصلا. نظمت جمعية محمد علي الحامي للثقافة العمالية اليوم بالعاصمة لقاء علميا هدف إلى تقييم نشاط الجمعية طيلة 20 سنة من النشاط، والتفكير أيضا في أفاق المستقبل على المستويين النقابي والمجتمعي. نشاط الجمعية، جمعية محمد علي الحامي، تمحور في زوز إشكاليات كبرى. الإشكالية الأولى هي تجديد المشروع الحداثي التونسي، كان تتويج الدراسة الاستشرافية في لتونس في أفاق 2040، والمحور الثاني اللي خدمنا عليه هو إعادة تأسيس أنه محور اجتماعي نقابي يخص إعادة تأسيس الحركة النقابية وبناء نظام اجتماعي جديد. هذا المحور الثاني اللي خدمنا عليه. اليوم حبينا نعملوا شوية أن بيلون، معناها تقييم في 20 سنة ايش عملنا فيهم وشني الأفاق المستقبل. إلى أخبار الجهات، حيث اختتمت اليوم أشغال الندوة التكوينية القطاعية حول واقع الطاقة في تونس وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية، والتي نظمها كل من الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية والاتحاد العام التونسي للشغل، وحضرها وزير الصناعة والطاقة والمناجم، حيث أكد الوزير على أن قطاع الطاقة تراجع في تونس على مستوي إنتاج النفط والغاز الطبيعي، ما جعل الوزارة تبحث في إمكانية استغلال الطاقات المتجددة. أحمد الخويني واكب الندوة وأعد النقل التالي. اختتمت اليوم أشغال الندوة التكوينية القطاعية حول واقع الطاقة في تونس وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية، وقد أكد وزير الصناعة والطاقة والمناجم كمال بن نصر أن إنتاج النفط في تونس تراجع من 115 ألف برميل إلى 59 ألف برميل، ويعود السبب إلى عدم الاستكشاف وحفر أبار جديدة في تونس، وقد اقتصر الإنتاج على 6 أبار نفط فقط. كما أن الوزارة تعمل على قانون إبدال المحروقات ليتطابق مع الفصل 13 والنظر في إمكانيات جديدة. فيما يخص القطاع، كما تعرفوا الانتاج تونس اللي كان تقريب في 115 ألف برميل في اليوم، اليوم نزل الأقل من 59 ألف برميل في اليوم، أقل انتاج اللي عرفته تونس. باش نعطيكم رقم، على كل 10 ألف برميل اللي ينزل هذا ينجم يوفر للدولة تقريب 300 مليون دولار في العام، 300 مليون دولار في العام اللي كنا نجم نزيدهم ميزانية الدولة. يمكن ثم ممكن ياسر ثم ثغرات في مجال الطاقة، مجال المحروقات، ننظروها مع بعضنا ويكون الاتحاد شريك فيها ونشوف الخلل، وبذلك نحاول مستقبلا باش ننظو، ونتمنى من المجلس التأسيسي باش يعطي الموضوع أهمية ويرى
اللي راهو حفران الابيار راهو هو زياده الواحد والفساد عنده قضاء يتبعه. ومن جهته اكد العباسي على هامش هذه الندوه ان العديد يتهمون قطاع الطاقه بالفساد وان الدوله لا تحقق المردوديه الماليه، لذلك آن الأوان لنفض الغبار على هذه الوضعية وعلى الخبراء والمسؤولين أن يصرحوا لوسائل الأعلام صحة هذا الخبر من عدمه. والله ملفات الفساد معروفين، هم ثلاثة في أقصى تقدير ملف، البقية نواقص على مستوى التصرف في القطاع اللي يمكن تلافيها بالتنقيحات اللي بتصير منها على مستوى الكود ديزيدروكربور، فهمت؟ لا مش معناها الاتهامات بالفساد والتعميم الفساد هو اللي يعطل، فهمت؟ والناس ولت تتساءل والناس ولت خايفة، فهمت؟ حتى باش ياخذوا القرارات ولوا خايفين. احنا تو عندنا حوار راهو موجود ما بين الاتحاد والحكومة فيما يخص هذه معناتها خارطة الطريق اللي احنا نتبعوا فيها والحوار الوطني. عندنا توا مع مشاركة الاتحاد ومشكورين في هذا المؤتمر الاقتصادي، معناتها قاعدين نوضحوا شنو هما الإجراءات على المدى القصير وشنو هما الإجراءات إن شاء الله اللي نجموا نشوفوا شنو هما الفرضيات. هذا وقد دعا العباسي إلى ضرورة استكشاف آبار جديدة للنفط حسب القانون، خاصة وأنه تلقى الكثير من العروض من الخبراء الأجانب الذين يريدون الاستكشاف. نظمت اليوم كونفدرالية مؤسسة المواطنة التونسية كونكت ندوة تحت عنوان التجارة الموازية انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بأحد النزل بمدينة صفاقس. هذه الندوة أشرفت عليها نجلاء حروش وزيرة التجارة التي قدمت خطة الحكومة لمواجهة هذه الظاهرة المنهكة للاقتصاد الوطني، مؤكدة على ارتباط شبكات التهريب بتمويل الإرهاب. كما قدم ممثلون عن الإدارة العامة للديوانة حصيلة مجهوداتهم لمقاومة هذه الظاهرة بالرغم من النقص في المعدات والتجهيزات. الخطة هذه فيها عديد من المحاور، وبدأت ديجا بالمشروع متاع تأهيل معبر راس جدير اللي أشرف عليه سيد رئيس الحكومة هو بيدو واللي شرعنا في التنفيذ متاعه. دونك تعتمد على المقاربة الميدانية ساعة بالتشارك مع المتفاعلين الكل اللي هما من حرس وديوانة ومراقبين اقتصاديين. دونك العمل على الميدان، تأهيل المعابر، عندنا زادة تحسيس على الفم، التحسيس المواطنين اليوم اللي هما زادة عندهم دور يقوموا به فيما يخص مقاومة التهريب. تحت شعار القابلة مهنة طبية ذات مسؤولية محددة، احتفلت اليوم بسوسة الكونفدرالية التونسية للقابلات باليوم العالمي للقابلة بمشاركة صاحبات هذه المهنة من مختلف ولايات الجمهورية، وتم تناول عديد المواضيع أهمها ظروف عمل القابلة وتصنيفها في تونس الذي يعد بعيدا عن المعايير الدولية لمنظمة الصحة العالمية. اليوم نحتفل في سوسة باليوم العالمي للقابلة تحت شعار القابلة مهنة طبية ذات مسؤولية محددة. ثم حاجة باهية اللي احنا نطمحوا لها اللي باش الكونفدرالية التونسية للقابلات تمشي بحسب المعايير الدولية لمنظمة الصحة العالمية للاتحاد الدولي للقابلات، وان شاء الله معناها نتحصلوا على المقعد نتاعنا. المقعد نتاعنا شاغر الى حد الان، لان القابلة في تونس تمارس في مهنة القابلة تحت مسمى اخر اللي ما ونزيدك حاجة مثلا اللي القابلة هي مصنفة من المهن المصنفة من منظمة الصحة العالمية وما يلزمها تمارس المهنة متاعها إلا تحت هذا المسمى. دونك احنا كي مسمينا فني سامي في التوليد خلينا نتراجع بتويلي وبالقابلة التونسية ومكانة ما تليقش بها. احنا لي فورماسيون هذوما اللي نعملوا فيهم وهالتكوين نحبوا نكونوا نبلغوا المعايير الدولية ونطالبوا اللي معناها القابلة أنا الأوان باش تاخذ المكانة اللازمة، وما تنجم تاخذ المكانة اللازمة لايقة بها إلا لما تكون عندها مجلة حقوق وواجبات القابلة اللي باش تضمن حقوق القابلة وحقوق المرأة الحامل.
نظم اليوم مركز المصورات بالرنين المغناطيسي للوسط بسوسة اليوم العلمي الخامس تحت عنوان ما الجديد في التصوير المغناطيسي لأمراض القلب، وذلك بمشاركة أطباء في الاختصاص من تونس ومن خارجها، حيث تم التطرق إلى جديد هذا المجال والصعوبات التي يمر بها في ظل تواجد مركز تصوير مغناطيسي واحد في كامل الجمهورية والذي لا يلبي كافة الاحتياجات المطلوبة. ليلى بلطيفة والتقرير التالي. عرض أهم التطورات العلمية وتقديم جديد التصوير بالرنين المغناطيسي لأمراض القلب هو محور الملتقى العلمي الخامس الذي نظمه مركز المصورات بالرنين المغناطيسي للوسط بسوسة بمشاركة أخصائيين في هذا المجال. كما تعرفوا أمراض القلب هي من الأمراض المزمنة وتتكلف على الدولة وعندها كو معناها على مستوى الصحة مستوى على زاد الموارد البشرية متاع البلاد، مرض القلب ليس يبلا صغار الكبار. الموضوع هذا اللي اخترناه اليوم من شأنه أني يزيد دعم معناها البحوثات العلمية في مجال الفحص بالأمراض القلب. يحضر معنا أطباء من الأشعة وأمراض القلب وجراحة القلب والشرايين بعد المريض ما يعمل اليرام الفحص متاعه باليرام، إن شاء الله يكون فرصة باش يكون حتى من غير تدخل من قبل تدخل الجراح يكون حاجات معناها باليرام. اختصاص متاعنا اللي عنا في ناصي هو تصوير الجهازات المتحركة الرواري والقلب باش تعمل تصور ما فيهمش فلو الحاجة الأولى، وتعمل معناها يسميها راديولوجي فونكشنال معناها مش معناها تصوير برك لكن تكشف على الجهاز القلبي، وهذا معناها هذا اختراع من ناصي وباش يركبوه في الآلات الرن المغناطيسي في البلدان الكل. هذا وصلنا له بالأبحاث اللي كنا نعملوها مع المرضى وأنا من المشاريع اللي باش نقوم بها هنا في تونس باش نسخروا الإمكانيات باش نعملوا هذه الأبحاث السريرية. اهتراء التجهيزات وقدمها في مركز المصورات بالرنين المغناطيسي للوسط بسوسة مع الاقتصار على خدمات هذا المركز فقط باعتباره الوحيد في كامل الجمهورية هي أبرز مشاكل هذا المجال. أول مشكلة هي الماكينة عمرها 14 سنة، الماكينة كبرت، أموختي عنا اندثار كلي وتام للآلة، إن شاء الله هناك مشروع تجديد الآلة، إن شاء الله جينا في أقرب وقت باش تكون فما إنوفاسيون جديدة في التكنيك والكل، جينيراسيون نتاع الماكينة اللي عنا مع 2001، لي زونتين اللي عنا مش موجودين بكل، عنا مشكل في لي زونتين، عنا مشكل تو في اليوم، ومصالح إدارة وزارة الصحة العمومية قاعدة تتبع في الموضوع، لكن إن شاء الله يكون بنجاح أكثر، لأن وقت تقفل الماكينة نتاع اليرام نتاع سوسة باش توقف على 25 مواطن يستحق اليرام من 25 الإمكانيات قليلة، الآلات قليلة في البلاد، تغطية البلاد بالآلات ناقصة ياسر، ولهذا لازم تغطية البلاد نوفروا آلات أكثر ونوفروا أقسام ومراكز كيما مركز هذا الوسط يخدم ويتعامل مع مستشفيات عديدة اللي هو ما نجموش نوفروا آلة في كل مستشفى، ولازم نتعاملوا مع القطاع الخاص. ده فما الإشكالية هذه عدم التوازن بين القطاع الخاص والقطاع العام. ضرورة تدخل الدولة اليوم لدعم مجال التصوير بالرنين المغناطيسي وضرورة تعجيل وزارة الصحة بتوفير التجهيزات اللازمة والتكثيف من مراكز التصوير باتت اليوم من أهم شواغل هذا القطاع لتوفير خدمات راقية وناجعة للمرضى ولضمان ظروف عمل ملائمة للعاملين به. انتظم اليوم بولاية سيدي بوزيد الحوار المجتمعي حول الصحة في لقائه الأخير مع مكونات المجتمع المدني. الحوار المجتمعي أشرف عليه عدد من المتطوعين المهتمين بقطاع الصحة، والهدف منه الوقوف على مشاكل هذا القطاع في كل جهة ليقع فيما بعد تحديد الحلول الملائمة وتقديمها لسلطة الإشراف. التقرير نور الدين سعيدي. نقص في أطباء الاختصاص والتجهيزات مشاكل من بين أخرى يعيشها القطاع الصحي في ولاية سيدي بوزيد، مشاغل هكذا يصفها ويتحدث عنها المواطنون والمهنيون. والله بالنسبة للمشاكل في القطاع الصحي في السوق الجديد عندنا أهم حاجة عندنا مشكلة الاستعجالي اللي فرحنا به وأنهم عملوا لنا قسم استعجالي في السوق الجديد معناها من 2010 حاضر،
وما تمتعنا منه حتى بشيء. بالنسبة لمستشفى المزونة عندنا آلاف المشاكل، نذكر من بينها الماشين النفاس اللي أغلب الأحيان أمبان، نذكر قاعة الجبر المفقودة تماما، نذكر الراديو اللي يخدم كان صباح برك، في حين أنه يجي مريض العشية وإلا في الليل ما يلقاش وين يمشي، يزم يطلع البوزيد وإلا الصفاقس ولا الجابس. نذكر أيضا الأمبيلونس اللي عندنا أمبيلونس واحدة ولتروا أخرين أمبان. هي مشاكل الدياليز في سيدي بوزيد، ومشاكل النقل، ومشاكل البستيل، وعندي مرضى قاعدين يصبوا ويباتوا في الشارع لأنهم يبعدوا 110 كيلومتر و 115 كيلومتر باش يجي يعمل أربع حصص دم. والله نحن هم مشكلة تصادفوا الجهة هي هو مشكلة أطباء الاختصاص، وطالما أنه ما ثماش قانون ما نقولش يجبر لكن يخلي الأطباء يجول سيدي بوزيد ويجول المناطق الداخلية. هذه المشاغل المتعلقة بالمنظومة الصحية مثلت عنوان اللقاء الأخير للحوار المجتمعي في ولاية سيدي بوزيد حول السياسات والاستراتيجيات والمخططات الوطنية للصحة. مش نخرج من هنا بوثائق مكتوبة، لأن اللي مش يعطي هنا مش يكون كتابي في الورشة، وهذاك الوثائق مش نجمعوا بهم كل ولايات الجمهورية، لأن مش نعملوا قرعة اليوم أربعة من الناس مش يمثلوا ولاية سيدي بوزيد، في الـ 24 ولاية مش يكون عندنا 96 ممثل اللي هو لجان تحكيم، مش نجمعوهم في قرقنا 11 12 13 جوان ومع خبراء أجانب وخبراء توانسة باش ينكبوا مع بعضنا، وثلاثة أيام مش نخرجوا إن شاء الله بمنظومة صحية اللي هي تلبي طلبات الجميع. بعد اللقاء مع المجتمع المدني تصاغ مقترحات وتوجيهات عملية لإصلاح المنظومة الصحية، مقترحات هذا جانب منها. ثم الحلول من الحلول الجذرية وإيجاد كلية الطب، الحلول الجذرية إيجاد مستشفى جامعي، من الحلول الجذرية هو إيجاد مستشفيات جهوية في الجهة، من الحلول الجذرية إيجاد أطباء اختصاص، وهذه زاد مسألة مستعجلة، المفروض إيجاد أطباء اختصاص. السكانير عندنا سكانير مولوبارات، المفروض إنه يصبح ملتي بارات ولا سونسكات بارات. عندنا ضرورة التعجيل بالبنايات اللي حضرت، هي البنايات موجودة. ضروري ومن الأكيد إقامة كلية الطب سيدي بوزيد، إلى جانب طبعا وآليا المستشفيات الجامعية، وهذا العامل الوحيد الذي سيحسن الوضع الصحي في سيدي بوزيد، وهذا العامل الوحيد الذي سيقوي الاستثمار في سيدي بوزيد، وهذا العامل الوحيد الذي سينمي الجهة وهي جهة سيدي بوزيد. الحوار المجتمعي حول الصحة يدرس المشاكل ويقدم الحلول، على أن يأخذ أصحاب القرار هذه التوجهات وتترجم إلى سياسات صحية. في القصرين تتواصل الوقفات الاحتجاجية لليوم الثالث على التوالي أمام مقر إقليم الأمن الوطني، حيث يطالب الأمنيون المحتجون بتوفير المعدات والتجهيزات اللازمة لهم للقيام بواجبهم. كما تمت إقالة مدير الأمن بالقصرين بعد الأحداث الإرهابية الأخيرة التي شهدتها الولاية. ثريا القاسمي والتقرير التالي. تتواصل الوقفات الاحتجاجية لليوم الثالث على التوالي لعدد من الأمنيين يطالبون فيها وزارة الداخلية والسلطة المعنية بتوفير المعدات والتجهيزات اللازمة حتى يتمكنوا من مجابهة آفة الإرهاب. احنا مطلبنا عن شيء، طلبنا سيارات أمنية تفيدنا تكون حاضرة لنا نخدموا بها، طلبنا تجهيزاتنا اللي هي أبسط حوايج للجهة الفردية. احنا ناس نعانوا خاصة في ولاية القصرين، نعانوا فعلا من الناحية الأمنية، نعانوا لا عندنا سيارات، ما عندناش أسلحة، ما عندناش انتبار. واقي صدري هاكم شفتوه بليك شنو هو حتى الموس يدخل فيه، يعني انت بلون يعني عادي، حتى بالحجر حتى الحجرة تنجم تضربك. بس بعض المطالب المشروعة اللي كنا طلبنا بها في عديد البيانات وعديد الوقفات الاحتجاجية، لكن لا حياة لمن تنادي. احنا في الوقفة هذه حابين نبينوا ان مازلنا رانا مساعدون للتضحية في سبيل هذا الوطن، حابين نوصلوا ميساج اولا للشعب التونسي ان مازلنا في الصفوف الأمامية. يجينا استشار فضيلة القليل هذا باش يبالغ باش يضرب الملاين اللي يضحك على الناس وحاس براحه انه هو يدافع على الشهداء والجرحى نتاع القصرين، ويجي ويعايرنا الناس كلها هنا في وسط القصرين هنا وعلى ملأ من قضاة ومتعاطفين معاه، كل قضاة كل محامين وكل، ويخلوا يخرج البوليسية موتة وهم عاملين بيان عاملين فك البوليسية هذيك. المواطنون بدورهم كانوا حاضرين في هذه الوقفة الاحتجاجية للتعبير عن مساندتهم المطلقة
مطلقة لهم والوقوفية صف واحد لمواجهة آفة الإرهاب. تفعيل قانون الإرهاب وين وقتاش باش يوصلوا به؟ معناها نشوفوا السياسيين تو كيقفوا على المنابر ونحن والتوانس ونحبوا كذا وكذا وكذا، وهل مجر هو حديث فارغ، حديث لا معناها لا يمت للحقيقة بصلة. منذ بداية الأعمال الإرهابية التي طالت عدد من ولايات الجمهورية، نبه الأمنيين والعسكريين إلى مشكل أساسي وهو نقص المعدات والتجهيزات التي تسير عملهم وتحد من نسب الخطر، لكن لا حياة لمن تنادي. فلا رئيس الجمهورية المؤقت ولا السلطة المعنية لبت هذا النداء ووفرت المعدات ليتحملوا مسؤولية الشهداء الذين واجهوا الإرهاب بإقدامهم وعزيمتهم دون تجهيزات. لحد صرخت في عروقنا الدماء، نموت نموت ويحيى الوطن. صرح عون أمن من ولاية القصرين أن المتهمين الذين تم إلقاء القبض عليهم في معتمدية حسي الفريد والذين اعترفوا كتابيا أنهم يخططون لاستهداف منزل وزير الداخلية ومقهى شقيقه قبيل تنفيذ العملية الإرهابية قد تم إطلاق سراحهم دون التثبت من اعترافاتهم لأسباب غير مفهومة حسب تعبيره. الأشخاص هذوما تشدوا في حسي الفريد وجابوهم جماعة منهم شكون يتمتع بالعفو التشريع العام، ومستعرفين الناس هذية، قال لك كنا باش نضربوا ثلاثة أشياء باش يضربهم، كان باش يضربوا المقهى نتاع شقيق سيد لطفي بن جدو، كان باش يضربوا الإقليم الأمن الوطني بالقصرين هنا، يعني كانت باش توقع كارثة كبيرة، وكانوا باش يضربوا دار سيد وزير الداخلية. والحسن الحظ والحمد لله أنه عندنا تبارك الله قوة فكرية في أمن لهنا بهين ياسر، ناس ذوي الاختصاص الفكري تبارك الله في بعضهم تمكنوا من السيطرة على الأشخاص هذوما. ما رأنا أنه في نهارين من زمان يسيبوهم القضاء ويروح. تأسفنا بشكل كبير مع أنهم معترفين كتابيا ومعترفين في كل شيء أنهم هم شنو الهدف متاعهم، وهذا اللي مكنهم تعاودت الفرصة من جديد وتضربت المقرات اللي هو أهم مقر، اللي هو مكتب السيد وزير، اللي هو منزل السيد وزير الداخلية. في قفصة نظم الاتحاد الجهوي للشغل يوم أمس أربعينية الفقيد والمناضل بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عمار الغول بحضور عائلة الفقيد وبعض رموز الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. فقرات عدة ميزت هذه التظاهرة، منها معرض للصور للفقيد طيلة مسيرته النضالية وبعض الفقرات الموسيقية والمداخلات الشعرية، كما كانت أيضا فرصة للتأكيد التمسك بالقضايا العربية عموما والقضية الفلسطينية أساسا. المواكبة لرياض الحدوري. عائلة تكرم ابنها، ذلك هو العنوان الأبرز لأربعينيات المناضل الفقيد بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عمار الغول، والتزاما من الجهة بالقضايا العربية عموما والقضية الفلسطينية أساسا. هي التزام من الاتحاد الجهوي للشغل والاتحاد العام التونسي للشغل بالقضايا القومية وأساسا القضية المركزية قضية فلسطين. رجل تقدمي ملازم للنقابين، كثير التردد على الاتحاد الجهوي للشغل، يشارك في كل الاحتجاجات والتظاهرات. التظاهرة سجلت حضور عائلة الفقيد وبعض من رفاقه الذين عددوا خصاله التي ميزته طيلة حياته كمناضل وإنسان. يمثل لي شيء يعني رمز كبير وعظيم، لأنه عمار مش شوي إنسان مناضل، يعني مناضل بمعنى الكلمة، ناضل بجسده بروحه بعقله. أنا بالنسبة لي مازال حي وما يموتش خلاص. أنا غريب وذكرياتي وحبي وما سديني ما يعني نعرف عمر أكني أمس نعرف وما عشتش معاه 30 سنة. أنا عمر شيء كبير بالنسبة لي، يعني بقدرش أنساه بالمرة، يعني قصة حب عشناها مع رفاقية نضالية. ما عمار رحل لكنه لا يزال حيا في قلوب رفاقه الذين عرفوه مدربا وقائدا وحاملا للقضايا العربية وملتزما بها. انتمى منذ سبعينات القرن الماضي إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين باعتباره تجسد فكر الطبقة العاملة، باعتباره كان عاملا وعاش عاملا ومات أيضا عاملا. الرفيق عمار الغود جسد نفسه للنضال من أجل هذه الأهداف إلى آخر يوم في حياته، وبالتالي
لا يمكن أن نفصل حياته الشخصية عن موقفه السياسي والتنظيمي والعسكري. مقاتل ومدرب وقائد، تاريخ نضالي يذكره الكل. كانت له صولات وجولات يشهد له الجميع، من الفلسطينيين ومن الجنسيات العربية الأخرى الكل. عمار لم يكن يوما إنسان عادي في تفكيره، في حياته. تحسه دائما أنه الحنين يرجع الأيامات المقاومة كأن هي الأيامات الوردية اللي عنده. التظاهرة تواصلت لساعات متأخرة من مساء أمس، أثبتت تعلق أبناء الجهة بقضايا الوطن والمنطقة العربية عموما، وتلك رسالة عمار من قفصة إلى فلسطين. نختم بخبر من ولاية جندوبة، حيث انتظمت دورة تكوينية في عين دراهم من تنظيم مركز تونس لحرية الصحافة تحت عنوان كيف نجعل شؤون المجتمع المحلي مادة إخبارية جذابة. وشهد التكوين الصحفيين من الشمال الغربي بهدف إرساء علاقات تعاون مهنية لضمان تغطية أفضل للأخبار المحلية بأكثر حرفية. الدورة هذه يعني هي دورة تمتد على مدة أسبوع، تهتم بالصحافة المحلية اللي أكيد يعني كما تعرفوا فرضت نفسها خاصة بعد الثورة. الهدف هو يعني فما مجموعة من الأهداف، باش نركز على بعض الأهداف بطبيعة الحال. يعني من بين الأهداف هو التأكيد على أهمية الصحافة المحلية ودور كذلك الصحفي المحلي على الصعيد الجهوي، على الصعيد الوطني، وكذلك حتى على الصعيد يعني العالمي. التركيز على بعض تقنيات تغطية الشؤون يعني المحلية بالاعتماد على أشكال صحفية يعني معينة. إلى التذكير بأبرز العناوين لهذه الليلة. أعوان الأمن يواصلون وقفاتهم الاحتجاجية في تونس والقصرين للمطالبة بتوفير معدات تضمن سلامتهم وللتنديد بالإرهاب وكيفية تعاطي وزارة الداخلية مع هذا الملف الساخن. وزير الصناعة والطاقة والمناجم يؤكد على أن إنتاج الطاقة في تونس في تراجع مستمر ويبحث في إمكانية استغلال الطاقات المتجددة. وزيرة التجارة تقدم خطة الحكومة لمواجهة ظاهرة التجارة الموازية خلال ندوة بولاية صفاقس. وصلنا إلى نهاية نشرتنا، شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.